الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. مقدمة، يعني هذه مقدمة. وتأمب يشكيك بمبحث فصاحة بلاغت، يا بو علمي بلاغة، أما مقدميك كأدوية لباري فصاحة بلاغته، شنك فصاحة بلاغة محور بو علمي بلاغة. علمي بلاغة خوي سيبشة معانية وبيانة وبديعة كديارة أساسكيان وبناغي أصلي أمانة لسال فصاحة بلاغته. هل دا شنري جا ديارة مبست لا مقدمة ليردا أو شتي كذكر أكلي لبيش مقصودة، مقصود وغير مقصود. ما سيسكاني إيما مقصود كي إيما بحث لباري علمي معانية وعلمي بيانة وعلمي بديعة، وأنا مقصودي أصلي إيما جاء لبيج مقصودك وأأمان ذكركين باشا، شنك مقصودك ارتباطي بمعنى هيا كآب معنية جنشي يجن مقدمة الكتاب. ولي أقر لصورتك مقصودك غير مقصودك بجوري به مقصودك توقفي لسرب بستي وبيلا مقدمة العلم وكو تعريف علمك أو اخت موضوع علمك فائدة علمك أمانة جورشتيك انت أمانة نزالي لعلمك حالنا بي فزمانة مقصودي أصليك علمك متوقفة لسرب أو شتانة أو أو معاني بديل سلوانا متوقف بلا سلوانا متوقف بلا أم زيادة نية أم كشكية كي كهيناوة باسي لم هنانية لم فصاحة بلاغة أمانا كأدوية مثلا كريبة مقدمة يتل بشي فصاحة بلاغة كذا وقسمة تا أجاس العلم معاني تعريف معرفي تيانية نتعريف علمك تيايا نموضوع علمك تيايا نفائدة علمك تيايا. فاز ديارة ليردا مقدمة مقدمة الكتابة باشا، شن بحثك واني كومك أكا بوي كما باشي تيبقى لنا وروكي علمكان باشا. ولم لواقع نفسي علمكان متوقف نين لسر أم مقدمة لبر أواك متوقف من لسر أم مقدمة مقدمة الكتابة مقدمة العلم نية، شن أقر خوا عمر باو بلا بقسمت ببيب بتشينا سر بحثي علم كان لو تي أجين كمثلا علم معاني تعريفي أو علم معانية موضوعي أو علم معانية غايتي أو علم معانية لنا أم مقدمانية ناو خويا هاتي باشا. أجر لصورتها قال لنفسي علم كا أو أنا أو ما هنا بلين موضوع تعريف فائدة وموضوع أواني تيابي جاء بيبا مقدمة العلم ما أوي. يعني ما وصل لي هو كرت باصق إلا فصاحة. بلى. وقو شاور بحثك لم باري أم فصاحة بلاغته أكين لبروي أم فصاحة بلاغة بنمان بو أو علمانة. بنمان بو علمكان نبى معنى أو كأمانة تعريفي أو علمانا موضوعي أو علمانا غايتي أو علمانا باسي أواني تيانا كري ليرا. جاديت هسن باسي فصاحة بيمان ألي الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يعني فصاحة اللغة هوال أداة لبيان وظهور باشا. بيان يعني دياربون، ظهور يعني دركوتن يعني أو معنى بيان وظهوري تيايا إسأل لهر بابي كاتبه سلاسي بي مجرد بي مزيد بي بهر جوري كاتبه فعل بي غير فعل بي حتما لهر كوية كابا كارب بريه أجر راسته وخوش بمعنى بيان وظهور بكارنهات بيتن وليبناغ كيهر أشيت وسرع بيان وظهوره عربي. مثلا يقال أفصح الصبي في منطقه، وقال من على كزواني قرتوه قصاك من على كهش تقصين كتب رأيك تقصا كردن على أن أفصح الصبي في منطق يعني قريش قصا من على كفصح ولا وتني خويا وتقصا كاني درب ري بجوريك كيما لقصا كاني حالي أبين بيان ظهوري تيايا. كي واجن إذا بان وظهر كلامه،
يعني وقتك يا مبو من على يجين أفسح الصبي في منطقه يا أجر عربي قوتي أفسح الصبي في منطقه كي ويتوا إذا بان وظهر كلامه وقتك كلامي أو من على رون ببيو أشكرا ببي باش يعني بروني درك وقتك أجر كسي جوي لقسك يقولي حالي ببي آوة تاني جاء اجتمعنا أو بيان ظهور كيتيايا وتقع في الاصطلاح وواقع أويا أم فصاحة لا اصطلاح زاراوي علماء بلاغة وصفا للكلمة والكلام والمتكلم يعني أكري وصف بيبو كلمة مثلا بلاي كلمة فصيحة وصف بيبو كلام كلام فصيح وصف بيبو متكلم متكلم فصيح كواتا بمعنايا هم يمسي باب من أبيبو فصاحة فصاحتي كلمة فصاحتي كلام فصاحتي متكلم آوة جائسة ففصاحة الكلمة يا ففصاحة المفرد لهندي كتابة بجيب لنا فصاحتي كلمة لنا فصاحتي مفرد فصاحتي كلمة أأواية سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة فصاحتي كلام أو كلمة أويا كلمك سالم به سالم به يعني خالي به بدور به لتنافر حروف يعني أو كلمة لابد لاني كم لسي حرف دروز بوا أو حرفان ككلمة كيان لي دروز بوا بيكو نساز نبن بجوريق لما خرج لصفتا دش بيك بن يا زور دور بيك بن نسازن بيكو جان تنافر هر نسازيانا تنافر يان ليك يعني خوش يان ليك ناي نفرت يعني ليك ببيته وحالبي دي او نفرت يعني نساز يعني او حرفانة بيكو نساز وكو چون مثلا كابرا ديواريك اكا برديك لشاقردك ور اقريبونا ديواركا كبسازي بوچيني ديواركا زور جاري واهي بزوري زورداري اي سازيني زور جاري واهي دواي سازاندني جهر داري يعني وفري اداتاو حالبي بكار نايف ليرش دا اشي ديواري كلمكا بجوري كرابي لكوملا حرفك أو كلمة شنرابي كأو حرفانة تنافريا لبين نبي آوة سالم بي لتنافري حروف وهروها لمخالفي قياسي شر سالم بي مخالفي قياس يعني دجب قياس يعني قاعدة ليرة باشا دجب ياساي قشتي نبي أو ياسا قشتياني كعلمي صرف في معنى الله علمي صرف كومالي ياساي قشتي من بي الله دجبو ياسا قشتيان النبي او حالبي مثلا بي معنى الله واو متحرك ما قبل مفتوح كريبا بألبا ما قاعدة كلمة يكي وار راسو بي لو ناولا واو متحرك بي وما قبل كشي مفتوح بي ونشكر يبا ألف او خلاف قاعدة صرفية زيادة بحثة كري لو بارو يا مثلا لشوين يكا اقر دو مثلا هاو ميسل دو حرفي هاو ميسل قيشت مكو مدة مثلا دو دال قيم دغم كراون ليك اما قاعده صرفيه ابي دغم كري اقر هاتو نكرا كابرا بجي بجي مدوتي مددا وخلاف قاعده صرفي كردوها هاو والغرابتي وهروها خالي بي لغرابتيش غرابت يعني نامو ناموي لي نامو يعني شي يعني غريبون كسيغا شي بو شويني كسيغا شي بو شويني مثلا بعد يشتا تازه و بعدابو نريتي خلقك دابو نريتي خلقك نازاني فرهنگي كي جاوازي هي لخلقك يتر بيجن اما نامويا نامويا يعني اما لوكو ملانية كأم لكو لباقي خلقك لسائري خلقك نية وقت واهي إسانة چه بو جيگه شويك أمينيتو اللوه خويلية ناكوه لو شوين چون بدني وهروها روحي بفزاي أو شوينا عادتي نقرتوا لوين ناموية على شو نامو بوبو يا خوي لين كوتوا دي أم مثلا أميش أم حرفك أجر غريبة باشا عادتي يعني خوي بفزاي استعماله نقرتوا يعني نهن راوة فزا وميداني استعمال يا بزور بكمية أصلا نهن راوة وفزاي جاء علي خالي بيقالوا غرابتيشة واتأم سيانة البته لجواهر بلاغه که دانه تریشی و توه او کراهاتی فی سمع اوشی پی اضافه که کراهاتی فی سمع بلام رنگ کراهاتی فی سمع زور پیویز نبیر چون او تیتی خلوصوها
من تنافر الحروف، خلوصها من الغرابة، خلوصها من مخالفة القياس، خلوصها من الكراهة في السمع. أما أول بيزا فنكروا سعدي تفتازانيش رحمة إخوائي ليبي لشرحي هنا لشرحي تلخيصة إجي نياز من بكراهة في السمع نية شن أو كراهة في السمع كأقرب بي يعني كلمة كبجورية بي كمخاطب لبيستنكي ناخوش حال بي أو يا هلا بر غرابته أوش كنا خوش حاله بيه يا لبر كابرا بدنك كنا خوش أدايكه يا تنافري حرف كان أنا باعي سبب أجر كلمة لو سيانة خالي بن باشا أو ديارة أجر أو سيان هنيش لكراتي في سبعش خالية ولا أجر بصوتي خراب جن ولا ذاتي كلمة كوني ختاي كلمة كني حرف كان إيش خوش بيه خو مثلا بان كلمة كان نافسحني لو بري فساحتي كان كشي وخويا كابرا بله بان دار خوزگه گوم لري نه وای يا خوزگه زو تا اي كردای فتنافر الحروف اي سيت دانه دانه جس بس اوسيان دانه تنافر حروف كه بس ما كه چيه مخالفه قياس كامه غرابت شونه بس فتنافر الحروف يعني نسازي بي تكان بيكو وصف في الكلمه وصفك لكلمه پيا ابي جاري وايش تكان بي اوا معرفي كريم مثلا لأصولها هي باسي ذمك يعني مثلا تولى وشتى لذمي منايا ذمك معرفي أكا عليه ذمك عليه وصف شون خناك يعني من نشاني توي بمرين أما ذمية باشا يجم وصف وصفك لإنسان هيا باشا كأم وصف باعث أبي أبيته هو كاريك بو أو يعني إنسان والي أكا أو وصفة كبصلح بو أو أي كهم حق تعلقي بيه وقري هم خلقش حقي بلاي وببي هم حقي بلا يخلقوا به هم خلقش حقي بلا وصفه هوايه مسايس كان عقل يا بقش من عقل من هي او ته هيك كابك ما عقل شامل بعقل هيك كابك ما ناكبي كاتب اسامه وصفك لكلمه يعني وصفك لكلمه كايا ولي بكيو يوتي دياريا ولي وصفك اذان باثر دركبي وقع عقلك باثر وبشوين ودركبي وصف في الكلمه يوجب يعني او وصفك هنا وكلمك بواجب أجيره ثقلها على اللسان على اللسان باشا بواجب أجيره سنجين بوني كلمة لسر زمان مني متكلم كأداي أكم باشا بوم أدانا بز توشي زحمة أبم لأدا كردنيا لبرو تنافري هي أي بو توي مخاطب وعسر النطق نهر ويجد نانا أما على اللسان وهر بو متكلمة وعسر النطق بها باشا وهر وها أبيته هو كار بو جرانتي نطق بي يعني مثلا اما كبيري لو تنكيا بو جرانتي وتنكي جران مثلا بجوريكا روكو زمان خلطينا ثانيه زمان خلطينا علي عادي فلان كلمه سيشوار تكرار وكلا سريع مثلا كلامك علي جلي ترم كر للريوي لر جلي ترم اگر سي جاري لسريك بلاي زمان تياه الاكري بو ناوي ولا ديار أما كراهتي في سبع دروسك يعني تنهاب ومتكلم زرري نيا بل كبو مخاطب زرري هي جابر قرأك مو أما جابه وفكم كاليرا لجواهر بلاغة أما جابه وشكا لتعريف تنافرك وقتك تنافرك يجي بالي ولا أمشي الأدواني وتو لساني وتو هالمتكلم هو نطق كشي بيخرابه يعني بجران بوي نطق أكري وأمانة بلام ديار أو كراهتي في سامي شهر دروسك حكته أما وعسر النطق بها يعني عسر كعات كرب وساسي قلك يعني يوجب عسر النطق بها بكلمك وكو الضش الضش بتشيلين للموضع الخشني بشويني زبر عليه شون يا كبردي تيج تيجو أو عرضك أي تيج بيه بو قاتشو قلي إنسان والهوع خوع باشا وكو هوع خوعيش كأو هوع خوع بوتيا لنبات ترعاه الإبلو باشا بجياج يجن كوشتري أي خوا وتاني جاوا باق عن جرانه هوع خوع إذا وا تلفزي وقبرشة وايا والنقاحي نقاحي نقاح أم بشيلن للماء العذب الصافي نقاخ يا نقاح والله هي ما بين نقاخ به نقاخ أبي نقاخ به أم بنقاخي هو يشبهي مع لا وتعني رنقة أول هو من بناء في نقاخ بلا بلا ها
أما زشي هناو خوعي هناو بلا ولا شويني ترى آوى نخاخي شي هناو نخاخ لتمرين هنايتي نولا اللي هي نشا ولا بو خفيفة كي هناو وجدي مثلا تنافري زور ثقيل لي أخي كانت النخاخة للماء العذب الصافي والمستشذري مستشذير بشي ألين للمفتولي بمفتول بقجي بادراو قجي كبادرا بيك وكو كرابتة كزية كرابتة بلك حال ببرا مفتول يعني بادر وكفت الله إلي هاتا نيا آفرت قجي بادا هنيا كا خمسة جي المفتولي يعني مستشذير بو بيتساندري بو مفتولة كا لا لا مستشذير لفظي مستشذير يا مستشذر بمفتول يجن مثلا أي المفتولي المفتول لا او كلمه بو مفتول لقيناك او اوني بو نقاخ كجدي للماء العذب الصافي لا سر يا خو خو علي نبات ترعاه الابلو مفتول يعني بادراو 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 يعني او مويسر كباد ادري جاء ما شركي هي شركي ني هنا هو شركه شري امرا القيس كامرا القيس شركه وعلى عليه وفرع يزين المتن اسود فاحم أسيس كقن من نخلة المتعسكل أم جارة غدائره مستجزرات إلى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسل أو كلمة مستجزرة بمعنى مرتفع يا بمعنى قجة مفتولك هذا أو شعري امرأ القيسة جاء ميشا تقريبا تنافرك خفيفي تيايا كذا باسمي مفعول نيا بعدوني مفتول مفتول اسم مفعول مفتول اسم مفعول ولي بو مستشذر مستشذر قيناك او بس بو مطاعه باسم مفعول شخوانيته مستشذر مستشذرات يا مستشذرات بهذا كان اخوانيته بهر كان يكشان به باسم فاعل يجب قيناك شن اوك بادراوا يك يك بايداوا ونيا وقت يك يك بايداوا مثلا بامدا اوش باي خوارد يعني أتواني ببا خواردولي معنى كيتوا بجيغي بادراو أولي ديارة ليرة هنا باتي شعرك با قش دولي قش قشي سر أولي قسمتي يا إقرنوا أي هو ننوا أي هو ننوا جاء أري بايددن أي هو ننوا أوكو إقريسان بيال لا إما بيالن بلك لا إما بيالن كزي كزي يا كزي وما إما برسيدنا نا برش بو نعلي الله نا نوري اشتدريش كيا وكو كندريه لكن هل هو بيه 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 هو كزيه كزي أبجار أوي واي و بيجن كزي إما بيجن بلكة باقي خشاكا جاءوا ألي أويك ألي وفرع يزين المتن وفرع نية فرع ليوا مجرورة أو عطف بوسر شعر هاي قبلي يعني وكو لخيالي خويا مثلا نك خيال بيكريكي تمثالي دروسك على محبوبك أي خوي وتبدي وتبدي تبدي يعني در أخا بردها الأداة ومثلا لرويشي لروي جاردن لروي ساق لرويشي لرويشي تا أقاتا سر موكا بردها الأداة ولا روي مو يعني موي هيا جال وفرع يعني وتبدي عن فرع فرع يعني مو على در أخا مويك باشا يزين المتنة كم وكسفة وايا بشتي جوان أكا مو كدراوته وبشتي أروش تخاره بشتي زينة في أبخشة يزي وفرع يزين المتنة أم جاء أسود أو فرحة شن غير منصرفة نيوت أسودين أسودة يعني الرشة باشا فاحمين فاحم يعني الرشة يعني ولي الرشي وك خلوص وك فحم فحم خلوص اي والله انت بخلوص بخلوص الرجي رجي اخي ومش بير مكوتوا وك رجي يعني رشي وك رجي ويتوجو انت باشا يعني دردخة دنويني دنويني باشا بله پرسیکی بابلین و پرسیاتی باید برو جالن ولی آوت باید کبوت باید برو دی بله آره آره یا با
بلين قجيكي كبشتي درازين يتوو رشو وقراجي وايا إجا دواء أو أثيثين أثيث بدودة نسيسي نقطة أثيث يعني برا قجي تنق نبوة برا يعني بش برا واتا هل نواريوة عالبي أثيثين كقينو النخلتي نخلتي المتعسكين وكو قينو وايا قينو قافو نونو واو قينو يعني هيشو بول وق هيشوي نخلوا يعني وكو هيشوي دار خرما هيشوي كبقى دار خرمايا كمتعسكيلة أوش كلاك بو تسريك دنك كاني دنكي خرما كان هي هيشوكا لسريك كلاك بو زور بو أوق أو وايا وق لو خرمايا أو رشا قطرانية جاء أمجارة غدائره غدائر جمع غديرة غديرة بكردي خومن أبيتا كلافة يعني آوا هنا كري شون بيجن يعني أكريت الدسك نك بلي نا تدري وكبل كبيتا نو أوانا حالبي هل آوا لولية كان قد يكنو بيك وخري ذا كانوا باشا آوا هنا كي آوا بايدا دن بدس نك وكو بلي بل كبيتا نواني حالبي آوا غدائره غدائر جمع غديره يعني أقل بكردية كي ترلي بدينا وبيانا خليرة خليرة مو كلافة مو تاكا أو شندان كلافة كان ياتا كلافة كي كلافة موكا مستجزرات برو سربونة توا يعني آلي رونيا خليرة كي كدوا أأوا أماني أأوا بو إيره هل داوة توا بو أمسر حالبي قدائره مستجزرات إلى العلا برو سراور دكاني سر يعني برو أولا سرواني شوة توا أمجر تظل العقاصو إيقاظ جمع عقيصية أو جرمنا أو خليرة وكلافانية وليبو أما التفننة ليوا بيجي غدائر ليرا بيجي إيقاظ أو خليرانا وندبن تظلوا في مثنن لو موانا وبادراون باشا لنا وانا وبادراون ومرسلي لنا وانا شوا آزاد باشا يعني بقولي أم هنديكي لم لولاو بمجورة دياني خليريانكا كلافيانكا حاليا نداتا ولا سر إيرا دايان داني باشا اوانا جوا كردوني ببالك هوني ونيوا لم اوش دياني بسر اودا دايانيا اماش كالبراوا اعزادا هيش ديانا كردوا اوش هل داتا وبسر اودا يعني لسر تبلي سري كيوة بدروسة كعبتك كيوة او حالبي كينايا لوكا سري قوريو ميزورة كيك لو حسنانيكا لآفرد داهايا أويا كسري قورة بي أم جارة قجي دريج بي متواجبي راج بي آوا خب أوانا بو بسندي أويا جا أو مستجزرات لنا وشعري كي أوا أواش كباسي أوي تياكر كوتمان تكراري تيايا أوا التفنن نوع التفنن بو كابرا يقلفز مثلا شن دانا معناي هيا يبو معنا شن لفز هيا لك شن استفادهكا وكنا لي شاعري خومن كوقت يكباسي مثلا شرابة كاتشن ناوي جورا جوري هيا قال شو قال بم راحة لسر راحة دلين راحتي أرواح حالبي أو ألبتا هريك يك معناك يعني بلام ليواء قال تبعنا لي تند أمرو ياب نشأين من نقاه مستي رح راح وميو راح وقراح وقرقف حالبي أو ميو راح وقراح وقرقف قشتي بيكش دلين ولي أو بيج جاري هناوني لعبارتي كام أو بعسي كلافة كمان كر بوي كجوان لمعنى كلافة يبقى أو شعري مولوي في أربعة عليه هركات يجزاناي تنبي كلافة روح بي وتنوين حال إضافة هركات يجزان تن يعني هالوقت يجزاني مردي تنبو بكلافة آخر دزونية كأو قردي أكنو قرمولي أكن ولا وين فرد هذا؟ ها حالبي لوين فرد هذا نيته هو كلافية ولا يوا جاء وقتها إنسان يجا مرت وكو بنيك كيف تسرع أرزة روح الروح شيلين الروح بي والتنوين حال إضافة تنوين وقتها كاسم تنويني بيوية إضافة كي تنوين كي أروى ناميني روحي تازل دليل نمين روح شيء لا أمام أروايتن تنوين أروى لروح روح الروح بي والتنوين حال إضافة خوب أما أو جاء أم جارة أما أو أبو يعني
بريتي ولا تنافري حروفك. أمجر ومخالفة القياسي، مخالفة قياس كون الكلمة جولك ككلمة غير جارية على القانون الصرفي، يعني كلمة كوابي باشا بسر ياساي صرفية نروة، يعني لو ياساي صرفية كبويدان راو ياسا صرفية كبجورك إيجريتوا أو بوجورنا ميني بجورة حركتك. كجمع بوقين على بوقات في قولي متنبي، أخبوق معمولنا قرئي ما كلمة بألفوتية جمو كينو اسمك بألفوتية جمو كينو قاعدة واية يا أشياء وسطكي متحرك بيه سي حرفي بيه باشا أر وسطكي متحرك نبو آخر كي تيبي وبي أم بوقا نو وسطكي متحرك نبو آخر كي تيبي ويا قاعدة شبهات أبواق كشي متنبي لشعركة بوقات ونيا شعركة يالي فإن يكو بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول علي أقر بعضك لخلقك بون بشمشير بو دولة يعني مثلا جان بازية كانوا يعني اللي سردسوا لبرابر شمشير عيسون وشمشير بدستن باشا أو شاكا أوانا هيا بلام خو كاربتن يا أوانا ناكري ففي الناس ناو خلق شاهاية بوقات وسائل تبليغي حال بوقات وطبول يعني تبليغي بوكن بوقي بولي دنسو حد ناو لشكري شوايا عن زرنا ليدن أو هني مارشي أرتشسية وكا ليدن تبغوش دوها علي أوانش هيا آخر يعني أوانش مصرحة أي شو حالبي يسأل يواب بجي قيبلا أبواق بوقاتي وإذ القياس جمعه للقلة قياس وابو جمع كاتب وقلة بلا أبواق أها وهر وها وكشتي كتير وقاعدة صرفي تيار رعاية نبوة وكمودة في قول أم شاعرك علي إن بني للئام زهد ما لي في صدورهم من مودة باشا بيقمان كركاني من قشتيان لئيم حالبي لئيم لئام جمعي لئيم لئيم يعني باستن بكفايتن أصلا خير يعني ليش وروان ناكري باشا شنو ويا لئيم بليك لبلي رجدي وشروكي آخر بليك كم بخلة بخل إنسان ضلي نايشتك ببخشي والله مداني كم خوي أي إخوة أو تشاك بشي دوام نخوي ضلي دي بي إخوة نبخلك يدا نسيتينا شي بيت خلق نخوش يا إخوة حالبي بشي سيهم كلا هركان خلاوترا كبيلا شحيح باشا خوي ناي إخوة دسيتينا شي بخلق تريش يبدا وأم جارة أقر يكي تريش تي خوي أبخشي بخلق يدا أم علي دلي وقت دلي داري حالبي وش بينا خوش جوال رشتي مرواريا شتيك جريتا وابوا واري كابرا يقبو زور رجدو تشروق بو خيجي الرون يعني بو خيجي زاني شيء يعني زرفي الرون ولا لا بيس دروس يعني اكل باشا مني الى نزيك ونمدي وبلام على النية هرديو كان خوش كدي ديوا قلت لي هاتوك كي بيو ابو هذه او على حل يعني جراوه او هناك كوت ديوا كيتري على بو زوري الرجل تشرب واخي روني ضلنا هات وك رونك الى دربيني هرس الجار برسيبو بلتي ناني بردوا لروي درو ساويتي با خيكا لروي درو بخيكا ساويتي بيا ناني خوي خوار دو دو او امريه شاورواني او اكري كرك جيغي او بغريتو بشكم توزي او زاعو حوال بغوري وامانه روجي دايك كيت ما شاءك أو مثلاً أو كري لدوره ويساو التي ناني قرتوا روبروي خيقة كان زيكي ناكوي حل دوره والي أمنا نبورونا يعني بوا مثلاً قركتي نانك بلزتك لزتي روان هل قريو بيخوا دوائي نانك أخوا دايك كشي الله يا أخوا أوا بي وجاه روشن كرنوا والله وجاهي باكي روشن كروتوا صد برعبري باكي شي باشي كرنوا أوانا جاء مشالة للي آمن كركاني من اللي آمن زهداً زهد جمع زاهدة وكانوا فيه من الزاهدين هيا يعني مثلا أقرب في تجاوز كمادة زهدة يعني بعلاقة بونا خلاف الرغيبة رغيبة أقرب في تجاوزي كرد يعني علاقة بياتي أقرب عن تجاوزي كرد يعني لي بيزارة أو حالبي بيزاري لكردي شهر وايا أو حرفانة تأثير إخواني مثلا إذا هل قرتن دانيك فعلة لكردية أقرب الله سري خوي هل قرت يعني هالروي ونقراو باشا
اگر پای هلگرد یعنی روشنگی تون کرد هابا تون دی روشن اگر لین دستی هلگرد یعنی وازی هینا با دستو با پیو با سر معنی هلگردنا گواریه هاو حالبی زهدش با فیه جامع با فیه که یعنی بیمیل یعنی بیمحبت هیچ رغبت یکیان نیه مالی ها اعمه تفسیری زهدکه مالی فی صدوریه من موداده نیه لنا و دلکان یعنی هیچ محبت یک هاو تی جا شاعر او موداده یک دمو دغم کرده پی قادی سر بی بیوتا من موده نیتوانی او کارب که لبروزی شعرکه بوبوانه و لبیزانی صرف در پری و او حالی بی والقیاس و مودته مودتین به اعراب محکیه خونمو والقیاس و مودتین بالادغام اي غرابة شكارس والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى او يا كلمة كجور بمعنى كي ديار نوي ظاهر نوي ما دام كظاهر نوي مجبوري بدوايا بقربو يبيدوزيته وكو تكأكأ بمعنى ايش يا بمعنى اجتمعا يعني خربوا وكومنوا وإفرنقعا بمعنى انصرفا يعني دور كوتوا قرايا هو جاء وارين او كابرا او اي نحوي ليس يكري عمر ابي من الدوري اللي دابو بسواري كريك بو قالته مالتان بيكر نا الناس يا معلمك يا واه ايش او حواري كنتي ما لكم تكأكأتم علي كتأكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا ماشي يعني بوشي ايوا كوبونته ولا سر من علي لسر شيت كوبونته افرقع عبلا ويليك امرون هاو جاب الاقتواء حاليما اما ايا مثلا اطلا خمه بمعنى اشتد كواقعا غريبه وت اشي لا بلا لغتي بو بقري تايد وزيته داني كي كرمان فصاحتي كلامه بس اللي راب بس ما بيتعرف ما موافق ان شاء الله فبس فصاحتي كلامه متكلمش بيك ودين بريشه